أكد وفد مجلس الشورى المشارك في منتدى القمة العالمية للقيادات النسائية والذي افتتح عمله يوم أمس في جمهورية ليتوانيا، أكد على أهمية مواصلة المساعي والجهود لزيادة التنسيق والتعاون بين دول العالم في المجالات التي تعنى بشؤون المرأة، وبما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل، منوهين بجهود مملكة البحرين ومبادراتها في مجال دعم المرأة، والتي حققت للمرأة البحرينية العديد من المكتسبات التي أسهمت في دعم حضور وحضورها على المستوى الدولي وعمل وفد المجلس على ابراز جوانب مختلفه من جهود مملكه البحرين الموجهه لدعم المراه البحرينيه من خلال مشاركته في عده جلسات عمل التي تضمنها المنتدى وبيان التقدم الذي حققته البحرين في مجال التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وما يليه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو قرينة عاهل البلاد المفدى من اهتمام كبير في سبيل تعزيز دور المرأة ومكانتها بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات ضمن المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في البحرين